يعني أستاذ ثائر، بين قار وفر، تعمل روسيا على ما يبدو لتأجيج الصراع على الحدود الشرقية لأوروبا. كيف تقرأ التطورات الأخيرة بهذا الشأن، أو إلى أين ترى الأمور تتجه؟ يعني كما كنت قد تحدثت حقيقة قبل أيام معكم أن روسيا قد طرحت 3 مرات لغزو أوكرانيا في الوقت الذي كان فيه المستشار الألماني شولتس في موسكو يتحدث مع بوتين، ثم خرجت أنباء تقول أن روسيا أعادت انتشار قواتها، بمعنى أنها بدأت في تنفيذ انسحاب. فتنفست أوروبا يومها السعداء أن الحرب أو شبح الحرب الروسية أوكرانيا قد يعني أفل أو قد انتهى، لكن الواقع اليوم المعطيات على الأرض تتحدث أن روسيا لم تنفذ أي انسحاب عسكري من النقاط الحدودية مع أوكرانيا، وخاصة في بلدة روستوف التي تحشد فيها روسيا مئات آلاف الجنود. وبنفس الوقت اليوم روسيا تقاتل بيد الانفصاليين الأوكرانيين المتمركزين في إقليم دونباس، وكذلك أيضا المتمركزين في إقليم دونيتسك وإقليم لوغانسك. هذه الأقاليم الثلاث هي أقاليم يعني تحت الهيمنة الروسية وتحت النفوذ الروسي، رغم أنها ما يعني تتبع فعليا للدولة الأوكرانية. المناوشات بدأت والقصف على أشده في هذه المناطق، وأصبح هناك نبرة عالية من أصبحت هناك نبرة عالية من وزير الروسي سيرجي ضد القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني. هذا يعني أن التصعيد اليوم على الأرض على أشده، وأن يعني أصبحت اليوم ربما أمر واقع يفرض نفسه على أوكرانيا أولا، وأيضا على بلدان الاتحاد الأوروبي جميعا. ولذلك كله رأينا كيف أن رئيس الوزراء النمساوي كارل هايمر صرح وأعلن أن العقوبات الأوروبية على روسيا أصبحت جاهزة بضغط زر بعد لقائه مع رئيسة منظمة التعاون والأمن في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد. يعني واضح أن هناك استعداد وتهيئ أوروبي من قبل جميع دول أوروبا، خاصة ألمانيا والنمسا. يعني البعض يسأل لماذا النمسا؟ يعني أنا رأيت الكثير من التعليقات على موقعكم، يتحدث الكثير منهم عن أن النمسا دولة محايدة ولا شأن لها بالحرب الروسية الأوكرانية. النمسا رغم أنها ليست في حلف الناتو وأنها دولة، وهذا كلام دقيق وصحيح للغاية، ولكن النمسا تتأثر بأي غزو روسي على أي دولة أوروبية أو أي حرب تحصل بالقرب من الحدود النمساوية، كما حصل في التسعينات في حرب البلقان حيث تأثرت النمسا على حدودها الشرقية مع هذه البلدان. فطبيعي جدا أن تتأثر النمسا بالغزو الروسي على أوكرانيا. أضف إلى ذلك، وهي نقطة مهمة جدا نجيب فيها على بعض، لماذا النمسا يعني ترفع الصوت والنبرة عاليا؟ النمسا تستهلك الغاز من روسيا بكميات قليلة، بمعنى أن النمسا مستهلك ثاني للغاز الروسي بعد ألمانيا. ولذلك كله من حق يعني، ويبدو واضحا أن النمسا تبحث عن بدائل للغاز الروسي وتفكر بعمق واستراتيجية كاملة تداعيات هذه الحرب إذا ما نشبت فعلا وأصبحت القوات الروسية والعتاد الروسي بالكامل ضمن الأراضي الأوكرانية. حتى الآن القوات الروسية متمركزة على الجانب الآخر من الحدود، أي على أراضيها، وتنفذ مراقبة صارمة للأراضي الأوكرانية، لكن بالمقابل هناك من يتولى القتال عن روسيا، أي بمعنى الحرب بالوقت خلال الانفصال. الأوكرانيين الذين اليوم طلبوا بوتين أن يعني يعلن اعترافه الرسمي الكامل بإقليمي دونستيك ولونغساك، حتى يكون هناك اعتراف لهذين الإقليمين ليكونا يعني دولتين مستقلتين على غرار دولة أبخازيا التي كانت قد اعترفت بها روسيا من طرف واحد بعد أن اقتطعت جورجيا في الغزو الأخير الذي نفذته روسيا بعد عام 2008. لذلك يعني نجد أن الاستعداد الروسي أصبح يعني على قدم وساق كما يقال، يقابله على الضفة الأخرى رغبة يعني متحمسة وتهيؤ واستعداد من قبل الانفصاليين الأوكرانيين.
وأيضا الجيش الأوكراني بالواقع هو رد على ما يقوم به الانفصاليون، حيث أنها تحدثت عن أن الجيش الأوكراني نفذ يعني قصفا نعم مركزا لبعض مناطق الانفصاليين، ومن هنا أخذت روسيا ذلك حجة لربما تحشد أكثر قواتها على الحدود ولتعطي نفسها الحجة الكاملة لتبرير أي نعم غزو ربما يكون وربما خلال تخاف الأيام أيضا، القادمة. ربما تخاف أيضا النمسا من ضرر، من ربما تخاف أيضا النمسا من أن اقتصادها يتضرر تباعا لهذه الحرب أيضا. بالطبيعي يعني إذا ما نظرنا إلى حجم التعاملات الاقتصادية والصناعية للنمسا، أن معظم الشركات الكبرى التي يعني تخوض في مجال الصناعة والطاقة تعتمد بالواقع على الغاز، فإذا ما أرادت النمسا أن تحافظ على هذا المعدل المرتفع الاقتصادي وكذلك للخشية من أي انكماش أو أي تدهور في الاقتصاد النمساوي أو الألماني، عليها أن تنظر دائما إلى الطاقة أو إلى مصادر الطاقة وتحديدا الغاز الذي يمثل يعني نعم لنقول بكل وضوح وصراحة يمثل يعني حجر الزاوية بالنسبة للشركات وللصناعات النمساوية، وأيضا ليس في طيب المنازل أستاذ كما يعتقد سائر، البعض. نعم طيب أستاذ سائر، تحاول أوروبا أن تنقل رسائل عديدة إلى روسيا، كان آخرها اليوم على لسان المستشار النمساوي كان نهما بأن روسيا قادرة على غزو أوكرانيا بضغطة زر، وفي نفس الوقت أعلن نهما بأن العقوبات الأوروبية على روسيا جاهزة بضغطة زر. أستاذ ناشف، إلى أي حد نعم ترى أن أوروبا قادرة على معاقبة روسيا في ظل تفاقم أزمة الطاقة؟ أوروبا في الواقع وخاصة الاتحاد الأوروبي نتحدث بخصوص هنا في هذا الموضوع، لديهم خيارات كثيرة وواسعة فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات على روسيا، وإذا ما أخذنا في الاعتبار سنجد أن هذه العقوبات الأوروبية في الواقع هي عقوبات مفروضة، يعني حتى قبل هذا التحشيد العسكري الذي قامت به روسيا على حدود أوكرانيا كانت هناك عقوبات أوروبية على روسيا في السنوات الماضية، لكنها لم تكن هذه العقوبات يعني من شأنها أن تعيق حركة روسيا وتعيق أيضا ربما نفوذها وتوسيع رقعة هيمنتها على بعض المناطق، ولكن ربما اليوم الاتحاد الأوروبي يكون عنده خيارات أعمق وأوسع في فرض هذه الخيارات، وأعتقد رئيس الوزراء النمساوي يعلم ما يتحدث به ويعني يعني ربما عنده تقييم كامل للعقوبة ومدى فعاليتها في هذا الجموح الروسي الذي يعني قد الذي من الواضح أنه سيكون على حساب الكثير من الدول الأوروبية المجاورة، رغم هناك معاهدة أبرمت في مدينة مينسك يعني في عام 1998 معاهدة تنص على أن جميع نعم بلدان أوروبا يعني التي هي في الاتحاد تنص هذه المعاهدة على احترام سيادة الدول واحترام حدودها وعدم الاعتداء من دولة إلى أخرى، ولكن روسيا بالواقع لم تلتزم بهذه المعاهدة إذا ما نظرنا إلى غزوها إلى جورجيا وكذلك أيضا إلى غزوها في عام 2014 لجزيرة القرم وفصلها من أوكرانيا بحجة أنها أراضي روسية أو أنها من ممتلكات الإمبراطورية القيصرية، واليوم نفس الحجة بها أنها تريد أن تعين لأراضي الإمبراطورية الروسية، أو أنها إذا ما يعني حاججها البعض بالتاريخ ستقول أنها تريد أن تعيد لم شمل بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وعلى رأسها أوكرانيا التي كانت ثاني أكبر دولة في الطاقة وفي الصناعة وفي يعني الموقع كذلك أيضا من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، يعني روسيا تملك حججها الكاملة لتبرر هذا الغزو، وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي عنده يعني خيارات واسعة لفرض أي عقوبات من شأنها أن تحد من يعني الجموح الروسي
الذي يعتمد حقيقة على الصين. لذلك علينا أن نفهم لماذا ذهب بوتين في بداية دورة الألعاب الشتوية في بكين وعقد قمة ثنائية مع الرئيس الصيني، لنا وقتها التحالف بين روسيا ليكونا قطبا عالميا في وجه القطب الأمريكي، يعني بمعنى بوجه الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي. لكن من الواضح أن بوتين اليوم يشد ظهره بشكل جيد بالصين، وعليه فإن الصين تكون الشريك البديل لروسيا فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وشراء الغاز الروسي بديلا عن أوروبا التي يعني تستهلك الغاز حقيقة من روسيا بكميات نعم لا تقل عن الكميات التي تستهلكها الصين، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصين دولة صناعية كبرى. يعني أستاذ ثائر، برأيك ما هي توقعات المواجهة بين روسيا وأوروبا داخل أوكرانيا؟ أوروبا في الحقيقة لن تنجح الحرب مع روسيا، بمعنى أن أوروبا ستتجه أكثر للمواجهة السياسية والاقتصادية مع روسيا أكثر من فكرة المواجهة العسكرية المباشرة مع أوكرانيا، لأن أوروبا ربما لم تعد تفكر بعقلية الحرب التقليدية أو لنسميها الحرب الكلاسيكية التي اندلعت في الحرب العالمية الثانية بعد غزو هتلر لبولندا. يعني السيناريوهات تتشابه والأحداث التاريخية ربما يقول البعض أنها تكرر نفسها بذات الصورة، لكن اليوم الفهم الأوروبي للمنافع الاقتصادية وأيضا للاستقرار الأمني والسلام تغير كثيرا عما كان عليه قبل 80 أو 90 سنة، لكنه لم يتغير على الجانب الآخر بالنسبة لروسيا. روسيا ما زالت تفكر بعقلية السيطرة والهيمنة والنفوذ، لذلك أوروبا اليوم تستعد بشكل جيد لتكون يعني في مواجهة النفوذ الروسي جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أمريكا التي لديها خيارات أوسع للمواجهة مع روسيا في مناطق أخرى من العالم التي تشتبك فيها المصالح الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال كما هو الحال في سوريا. أما في أوروبا يعني الأوروبيون كما أعتقد أنهم سيذهبون أكثر في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا، بمعنى الذهاب أكثر نحو عزلة سياسية واقتصادية شاملة لروسيا إذا ما دخلت في يعني إذا ما ذهبت باتجاه احتلال أوكرانيا أو تغيير النظام في أوكرانيا. ولكن أنا كما أرى أن روسيا ربما في إحدى السيناريوهات التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية وربما بوتين شخصيا أنهم ماضون لا محالة نحو الأقاليم الشرقية الثلاث في أوكرانيا، الأقاليم التي تنادي بالصوت العالي منذ سنوات طويلة بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا بحجج تاريخية وعرقية وإثنية وثقافية وحتى ربما أيضا دينية. يعني أستاذ ثائر، نهاية كده سؤال سريعا، هل تعتقد أن الأمور تتجه إلى حرب عالمية أخرى؟ هذه التحليلات والمقولات يعني أنا قرأتها كثيرا في صفحات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى ربما التضخيم أكثر من ذلك، أننا سنكون أمام حرب كونية وأننا أمام حرب عالمية ثالثة. لا أعتقد يعني أن ربما البعض لديه شهية واسعة اليوم لحرب عالمية، يعني الحرب كارثة بحد ذاتها، والحرب العالمية رغم أن الدول لم تكن تملك قدرات عسكرية هائلة كما هي طبعا اليوم نتمنى في السلامة ظل هذا للجميع يعني. التطور تماما، في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل والحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الإلكترونية. يعني اليوم مفهوم الحرب تعدد وتنوع، لم تعد الحرب هي حرب نعم دبابات وحرب طائرات. يعني لذلك كله لا نعتقد، أنا لا أعتقد شخصيا أننا سنتجه لحرب عالمية ثالثة. كما قلت أن روسيا ستكتفي في احتلال المناطق الثلاث، الأقاليم الثلاث، وتحديدا إقليم دونباس وإقليم دونستيك لتأمين حدودها مع أوكرانيا المستقبلية، بمعنى إذا ما احتلت روسيا شرق أوكرانيا، بمعنى أننا سنكون أمام دولتين في أوكرانيا، أوكرانيا الغربية وأوكرانيا الشرقية على نموذج ألمانيا تماما، ألمانيا نعم الشرقية وألمانيا الغربية كما تذكرين.
فألمانيا الغربية كانت تتبع للنفوذ الأوروبي الأمريكي ذو الصبغة الرأسمالية، في حين أن ألمانيا الشرقية كانت تتبع للنفوذ السوفيتي ذو الصبغة الاشتراكية. اليوم روسيا تملك كل الحجج وتملك حتى الخزان الشعبي حقيقة، لأن السكان الأوكرانيين في شرق أوكرانيا يعني لديهم استعداد كامل للالتحاق بما يسمونه الوطن الأم روسيا. شكرا، لذلك شكرا جزيلا. سنرى ربما تقسيم، وهذا نعم ماذا يعني فقط في نصف دقيقة، هذا يعني ما تريده روسيا من ذلك تأمين جزء من هذه المناطق حتى تكون سدا منيعا في وجه الحلف الناتو فيما لو تمدد حلف الناتو واقترب أكثر من الأراضي الروسية، بمعنى فيما لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو ستكون روسيا حين ذاك قد وضعت أمام حلف الناتو سدا وربما يعني حدا فاصلا لتؤمن، لأن روسيا دائما تتذرع بحماية أمنها القومي من أي أستاذ توسع ثائر لقوات الناشف، الناتو. نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وانضمامك إلينا. شكرا جزيلا لكم أيضا. شكرا.